بس قبل ما نبدأ بقى خلينا نروح مع بعض، لأن كان في حوار أنا وأنت بنتكلم فيه قبل الهوا، وهو موضوع ميسي اللي لا ينتهي. يعني واضح إن هذا الموضوع لسه مستمر وبشكل كبير جدا، واخد حيز كبير قوي في الصحافة كمان العالمية يعني، والتويتات شغالة لحد دلوقتي غير بكلم حضراتكم. موضوع سخن جدا من امبارح، ولا من أول امبارح، والعالم مقلوب بالمعنى الحرفي للكلمة. كل المواقع، كل الصحف، حتى كل الناس، سواء الناس اللي بتشجع برشلونه او اللي مش بتشجع برشلونه، اصل احنا بنتكلم على ايقونه عالميه، وبنتكلم على حاله استثنائيه فريده للاعب استثنائي لعب لمده 17 سنه بشكل استثنائي في فريق استثنائي. فالعمليه مش سهله، وطبعا كان في احداث كثيره ولقطات كثيره الدنيا كلها وقفت قصادها، تصريحات رئيس نادي برشلونه، تصريحات ميسي شخصيا، طبعا اللقطات بقى اللي الصحافه العالميه تابعت من خلالها ميسي من اول ما يعني وصل لباريس، مرورا بقى بتفاصيل ورفائع كتير. قميص باريس سان جيرمان اللي بيحمل اسم ميسي نفد من الاسواق في خلال ساعات بسيطه جدا. احنا بنتكلم على محبوب العالم كله. امبارح طبعا كلنا بنتابع يعني، واحنا بنتابع كل المستجدات من الاخبار، شفنا بقى ان كميه البوستات مش مسبوقة، كمية الفيديوهات اللي نزلت لميسي كلها مش مسبوقة. الراجل ده فعلا اترصد في كل خطوة من خطواته وبشكل كامل، يعني بالمعنى الحرفي كلمة رصد، بداية من تحركه من كاتالونيا إلى وصوله لباريس والفندق اللي نزل منه ونزل عشان يحيي الجماهير إلى آخره. بس فعلا في مشجعين لبرشلونة ومشجعين لميسي بيتعاملوا من منطلق إن هم متلوهم ميت، مش مبالغه والله العظيم. انا هوند اقسم بالله ده في فيديوهات لناس قاعده بتدبدب على الارض وبترفص، واللي بيعيط واللي منهاره اصل احنا بنتكلم برضو، اصل خلي بالك برشلونه من غير ميسي، انت متخيله هي الجمله حاجة دي اصلا عرضها فعلا في تغيير كده بيبقى اكيد كبير، وليه تبعات سواء على النادي نفسه او طبعا على الجمهور طبعا او على اللاعب. فاكيد هو ملف كبير جدا هنتابعه معاكم، بس هو زي ما انت قلت كده ناس كتيره او حاله غريبه من يعني علامات الاستفهام موجوده لحد دلوقتي، ولسه لحد دلوقتي واحنا بنكلم حضراتكم لسه يعني انا وكريم قبل ما ندخل الهوا بجد كنا عمالين نشوف على تويتر ايه اخر حاجه بتتكتب عن هذا الموضوع. لا يعني لسه ناس كتيره قوي، وكل دقيقه في تويته جديده وتعليق جديد. وخليني اقول لحضراتكم كمان الجديد بقى خالص، ان بيتقال ان احتمال كمان كريستيانو رونالدو، في كلام طبعا لسه ما فيش اي خبر مؤكد على هذا الشان، لكن في كلام ان كريستيانو رونالدو ربما كمان ينضم لباريس سان جيرمان. فانت متخيل بقى يعني اللي احنا، لا ده مش هيبقى فريق، ده مش هيبقى فريق بكل المقاييس. ف يعني بتكلم في راموس وبعدين ميسي ومبابي وكريستيانو رونالدو، لا بتهيالي مش عارفه تخيل ده هيبقى، ونيمار مش عارفه هل ده هيبقى حقيقي ولا لا، بس هو كده واضح ان ده هيبقى فريق بلاي ستيشن. والله العظيم ثلاثه هيبقى فريق بلاي ستيشن، ده حاجة مش طبيعية. وبرده من ضمن اللقطات اللي كانت فعلا ناس كتير قوي وقفوا عندها فكرة ان هم وهم بيشيلوا صورته العملاقة من على اسوار الكامب نو، لا يعني هزت ارجاء العالم كله اللقطات دي. انا بتفق معاك جدا، وانا بقى يعني دخلت كده انا وكريم برضو، خليني اقول لحضراتكم كيف تناولت الصحف العالميه رحيل لميسي، بما ان احنا بنتكلم عن توبيك ويعني خبر عالمي فاحنا لازم نشوف كيف تناول العالم. خلينا نروح مع حضراتكم كده ومن الصحف الاسبانيه، وصحيفه ماركا كانت بتتحدث، العنوان انا هترجمه لحضراتكم لانه بالاسباني واحنا ثقافتنا اكيد مش اسباني، بيقول لك كيف تناولت الصحف الاسبانيه رحيل ميسي، هي قنبله موقوته. بيتكلموا ان يعني هناك حاله من الشجن والحزن في شوارع اسبانيا بعد هذا الخبر، وبيتكلموا ان ده كان شيء الى حد ما متوقع، ولكن هناك يعني حالات كثيره جدا من علامات الاستفهام جراء هذا الخبر وماذا بعد. في برضو صحيفه سبورت الكتالونيه بتقول يعني بوضعها صوره ميسي واضعا يده على خصره، كانوا حاطين صورته حاطط ايده على خصره ناظرا للاعلى مع خلفيه سوداء للصوره، والعنوان بتاعها كان دراما ميسي يغادر. صحيفه اخرى برضو أنا يعني وفي صحف كتيره قوي، انا مش عايزه اقعد اطول على حضراتكم، بس خلينا مثلا نحاول على قد ما نقدر نروح لصحف مختلفه. مثلا فرانس 24 كانت بتتكلم ان تير في ميسي كونفيرمز هيز ليفينج اف سي برشلونه، وجايبين الصوره بتاعته طبعا وهو كان بيعيط. الصورة دي على فكرة يعني يمكن عاملة شير بالملايين، صورة ميسي وهو بيعيط في هذا المؤتمر الصحفي اللي كنا عرضناه مع حضراتكم، هتفضل عالقة في أذهان العالم كله سنين طويلة قدام.
انا بتفق معاك جدا. وفي بانش مثلا بيتكلم برضو ان ليونيل ميسي جوينز باريس سان جيرمان افتر برشلونه اكزيت، وكاتبين تفاصيل ونفس تقريبا نفس التفاصيل بتلاقيها في كل يعني جريده. هو بيتكلموا عن حاله الشجن الموجوده في شوارع اسبانيا، وفي البعض انا برضو قريت تعليق زي ده وكان غريب شويه، يقول لك البعض الموضوع ده قد يثير يعني شغب ما بين مشجعي برشلونه ومشجعي بعد كده باريس سان جيرمان، هيحس ان هم خطفوا لاعب يعني من عندهم. في ناس متوقعه ان يحصل مشاكل ما بين جمهور الناديين. وبرده التليجراف بيتكلم على ان هو خلاص بيمضي مع باريس سان جيرمان. يعني بص كل الصحف، صحف كتيره جدا كتيره جدا جدا جدا. ذا جارديان بيتكلم برده عن هذا الرحيل المأساوي اللي وصفوا به المأساوي، والعديد من يعني الصحف العالميه واعتقد العربيه والمحليه اكيد كمان. الحاجه الاكيده ان كره القدم الاسبانيه والدوري الاسباني هيتاثر بشكل غير مسبوق، وبطبيعه الحال كمان نسب المشاهده من المتوقع ان هي هتختلف تماما الفتره اللي جايه، نظرا ل يعني غياب اهم عنصرين كانوا موجودين في الدوري الاسباني، وطبعا عنصر الاخير رحيله ده كمان لوحده حدوته فكره ليو ميسي. طبعا حضراتكم ممكن تكونوا متخيلين حجم الرواتب والتعاقدات اللي هتتدفع. دي بقى نقطه ثانيه، ده موضوع ثاني، ده سره ضخمه جدا من الدنانير، وخصوصا لو كلامك طلع صح في الاخر. ولو يعني لو لو الكلام اللي ابتدى يتم تداوله بخصوص كريستيانو رونالدو، انت متخيله فعلا الناس دول المصاريف الشهريه هتكون عامله ازاي؟ التعاقدات هتبقى طبعا بارقام يعني فلكيه غير طبيعيه. وخلي بال حضراتكم الغريب بقى ولفت النظر، الفريق في هذا الكم من النجوم ومع ذلك هو بدون بطوله حتى الان سوى بطوله الدوري، يعني السنه اللي فاتت كمان ما خدش غير الكاس، فشيء عجيب جدا. ده بقى غريب جدا. طبعا طبعا يعني ده، بس اكيد هتلاقي الوضع هيختلف كتير. اعتقد كده او نامل ده فعلا. ولو ان برضو عايز اقول لك على حاجه، اصل انا بحب اتابع التعليقات المختلفه. في تعليق برضو يعني لفت نظري جدا، في حد كان بيقول بالعكس لما انت يبقى عندك فريق كله نجوم ده ممكن ينعكس بشكل سلبي على اللعب، لان كل لاعب بيبقى عايز ان هو اللي يظهر، هو اللي يبقى نجم المباراه او غيره. ده راي كان موجود وربما يكون صح يعني، ما تعرفش. بس على كل حال يعني بمناسبه بقى الارقام الفلكيه اللي احنا بنتكلم عنها، طبعا النادي هيدفع رواتب ضخمه جدا، بس كمان على الصعيد الثاني بقى لو اتكلمنا نظره بيزنس، في رعاه، في قيمه تسويقيه هتكون للفريق بعد كمان ضم مجموعه كتيره جدا من النجوم زي ما احنا قلنا. واعتقد الاسهم هنا هترتفع، يعني في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم ان هذه صناعه وهي استثمار، فاكيد هم حاسبين كل حاجه. نتمنى بس نشوف في الاول وفي الاخر، احنا كجمهور عايزين نشوف كوره حلوه، الارقام اللي بنسمعها دي ما مش هنطول منها حاجه، مش فارقه معانا كجمهور يعني. بس عارفه برضو يعني هو طبعا صناعه طبعا، ووصلت لمرحله مستفزه من كونها صناعه وتجاره كمان في كتير جدا من الاحيان، بس انا بشوف ان المتضرر الحقيقي هو المشجع اللي عنده ولاء فعلا للفريق. يعني فاهم ازاي؟ مالهوش بقى المشجعين مالهمش علاقه بالحسابات وبالارقام، هم ليهم ان مثلا حد زي ليو ميسي ادخل السعاده على قلوبهم لمده 17 سنه وعمل معاهم اللي ما اتعملش في تاريخهم، يعني هو كان قاسم مشترك في البطولات اللي هم حصلوا عليها في تاريخ النادي اصلا. انا بتفق معاك فاهم ازاي؟ حاجه مش هيبقوا بيتفرجوا ازاي على اللاعب المفضل عندهم وهو بيلعب مع باريس سان جيرمان، واليوم اللي هيلعبوا فيه برشلونه الماتش ده هيكون عامل ازاي؟ فموضوع عجيب حبتين.